المهندس اياد خلف، صباح الخير. صباح الورد. اهلين اخ علي، كيف حالك؟ هلا بيك. شوب كثير اليوم، يعني الايام كلها عمالها بتصير شوب، الوضع الطقس اختلف نوعا ما. ما بدكم تنصبون مراوح في الشوارع؟ اخ علي، اولا صباح الخير، وصباح الخير لجميع المستمعين. حياك في الله. جابلس. الله حيك. يعني احنا يعني بيكون ضرب من الخيال لما بنقول انه ممكن في هاي الظروف الصعبة نجد انه البلديات الحمد لله في منها لسه ثابت، لسه قادرة، يعني مش مهاجمة للحكومة، ولكن مش مثل الحكومة، الحكومة وضعها كثير صعب، البلديات لا زالت ثابتة. شو وضع الرواتب عندكم الشهر هذا؟ يعني يا أخ علي، حقيقة إنه الوضع برضو كمان مش وردي في لا عنا في البلدية ولا في الوطن، لأنه يعني الأمور تنعكس من الحكومة على المجتمعات، على الوضع الاقتصادي، على البلديات. يعني الوضع الاقتصادي سيء، نابلس محاصرة، إحنا في أزمة مالية صحيحة موجودين في البلدية، إخواننا المواطنين كمان في تقصير نوعا ما، أو فيش عدم إمكانية بالوضع الاقتصادي لدفع الالتزامات اللي بتخص البلدية عليهم. وأنت بتعرف البلديات هاي تقدم خدمات مقابلة يعني مدفوعة، وبالتالي هناك في بعض يعني الوضع الاقتصادي السيء إحنا نوعا ما في البلدية، لكن إحنا بنحاول انه نحسن الجباية ونحسن الامور اللي بتخص الجباية وزيادة الايرادات البلدية، لكن هناك ما زال في بعض المعوقات اللي هو الوضع الاقتصادي واللي احنا بنمر فيه شعبنا الفلسطيني، وبالاخص في نابلس وغيرها من المناطق اللي لكن احنا يعني بالناشد المواطنين انه يعني وكمان في هذا الموضوع يدفعوا الالتزامات على الاقل الشهريه، احنا ما بنطالب في الديون كامله، بس على الاقل الالتزامات الشهريه اللي بتخص الخدمات انها تكون في دفع فيها. يعني بالاضافه انه الكهرباء كرت مسبق الدفع، والمي جزء منها كذلك، لانه عن شو يعني لازم يدفعوا الناس؟ مش فاهم. يعني المية جبايات الضرائب اللي بتخصهم على البلدية، اللي احنا بنفهم انه الكهرباء كعدادات مسبقة الدفع والمعظم كله بيدفع فيها، واحنا حاليا في بلدية نابلس عم نعكف على تركيب عدادات مسبقة الدفع لمعظم البلد، لانه بصراحة يعني انت بتعرف انه للمي ولا لا للمي كمان للمي ولا الكهرباء؟ الكهرباء انتو جاهزين كل الكل يعني 95% من الاشتراكات كلها تقريبا فيها عدادات مسبقة الدفع، وبالتالي انت بتعرف في بعض المؤسسات عليها التزامات كثيرة، رواتب عليها، تقديم خدمات عليها، تقديم مشاريع يعني، وبالتالي يعني هناك يعني يجب ان نكون بحاله متكامله، احنا بنفهم ونقدر الظروف اللي احنا موجودين فيها والوضع الاقتصادي اللي بمر فيه الشعب الفلسطيني والضغوطات الممارسه على الشعب الفلسطيني، واحنا بنعرف انه قديش الاحتلال بحاول انه المؤسسات تنهار، لكن احنا ان شاء الله بارادتنا وباراده شعبنا يعني كنا صامدين، وبالاخص بلديتنا نابلس هي بلديه عريقه، بلديه هي ام المؤسسات في نابلس، وبالتالي هاي البلديه الشامخه ان شاء الله ستبقى صامده في كل الظروف وكل الاحوال ان شاء الله. ونتمنى انه طبعا كل البلديات تكون صامدة، لأنه وضع الحكومة مش بخير، وهذا لا يعني هذا لا يدعو للتفاؤل إنه الحكومة وضعها مش بخير نتيجة الحصار المالي الذي تفرضه عليها دولة الاحتلال وزعران التلال. على العموم، ولكن هناك بعض المشاريع التي يمكن تنفيذها، يعني وخاصة في موضوع الشوارع، والله أنا بشوف الشوارع صار في تحسن يعني ملحوظ. نعم صحيح، يعني احنا في ضمن المنح المتاحة اللي موجودة عندنا وضمن بعض الموازنة اللي مرصودة في البلدية، احنا بنقوم في بعض المشاريع الملحة والضرورية والهامة. احنا مثلا شارع حيفا انجزناه، حاليا شغالين في شارع الشيخ مسلم لتأهيل وإعادة تعبيده، احنا حارة الشيخ مسلم حارة الشيخ مسلم. نعم صحيح،
احنا عندنا المركز الثقافي اللي هو من المول من المتبرع سمير عبد الهادي في تشطيبه النهائي. في عندنا مدارس عم بتم انجازها وتشطيبها كمان عدة مدارس. بس يعني انا دائما كنت اسمع الناس تتبرع استاذ اياد للمدارس يعني للمستشفيات، بس اول مره بسمع انه حدا يعني نابلس والله يعني ام الابتكار في التبرع والتكافل الاجتماعي، انه حدا بتبرع في يعمل شارع او يزفت شارع، هذا شيء مهم. يعني احنا من ضمن سياسة البلدية الشوارع الفرعية وبعض الشوارع الاخرى بدنا في مساهمات من المواطنين تقريبا 50%، وبالتالي البلدية بتزفت هذا الشارع. يعني كل الناس اللي في نابلس بصراحة اصحاب خير وكلهم بتبرعوا، ولما تستنجدهم كمان في البلدية ولا لغيرها في بعض القضايا الانسانية الكل بهب. يعني هاي بلد خير، بلد اهلها طيبين، احنا يعني احنا بنفس وبنشتغل إن شاء يعني الله. كنا يعني نحكي قبل شوي عن الكهرباء، انه ونبعتنا تحية ل يعني موظفين واداريين ومدير ومدراء شركة الكهرباء والعاملين فيها، انه يعني لا زالوا عندهم قدرة على الثبات وامكانياتهم حتى الان يعني منيحة، والكهرباء اوكي منيحة، بتبشر حتى نهاية العام الصيفي بهذا الموضوع. يعني احنا ما زلنا الحمد لله سواء على مستوى الكهرباء موظفيها وكادرها وغيره، يعني الحقيقة كلهم شادين في هذا الموضوع، وان شاء الله الامور تكون مستقرة. يعني ما في اي مشكلة، بس احنا يعني بهمنا البلديات رقم واحد، انها تكون البلديات بخير ويكون البلديات لانها هي عنوان البلد وهي تاريخ البلد، وبالتالي هاي البلديات صامدة طول حياتها وهي اللي بتقارع الاحتلال وهي اللي بتقارع كل شيء، وبالتالي هاي البلديات جزء كامل متكامل، هي حكومة مصغرة. واحنا هاي معنيين انه بنفس موظفي بلدية نابلس بمدراءها باقسامها بغيره، احنا وياهم ان شاء الله نعدي هاي المرحلة ونكون كمان قادرين نقدم خدمات للمواطنين وانه البلد تكون بخير. احنا زي ما حكيت لك احنا حاليا في عنا شوية مشاريع ممولة، في عنا رينج رود 25 مشارع زواتها لجلال الشلي وتقاطع الشارع قدوة وقان اللي هو نسميه شارع ملحيس، هذا ان شاء الله بدي ينزل هالكم يوم. وهذا يعني هذا الشارع الرينج رود بنسمع عنه يعني منذ امد بعيد، سنوات ونسمع عنه، هل سينجز كامل خاصة أنه في منطقة الطور أعتقد أنه ناس بنوا في الشارع بنوا اعتدوا عليه؟ نعم احنا هذا جزء منه راح ننشغل، اللي هو الجزء من الدوار زواته إلى مفرع شارع فدوى طوقان، وهذا شارع مدمر بسبب السيول والأمطار وغيره، وبالتالي هذا الشارع ملح وضروري أن يكون موجود. بتعرف هذا شارع حيوي وأساسي، وهذا مرصود له مبلغ من صندوق البلديات، واحنا البلدية كمان رصدنا جزء شوي من المبلغ التكميلي. واحنا في عنا كمان ضمن خطتنا وهذا انه في عنا في المنطقة الشرقية رح نشتغل صيانة شوارع وترميمها بما يقارب 300,000 شيكل يعني مبدئيا. احنا حاليا كمان بندرس، عملنا دراسات مع اخواننا المهندسين في البلدية المشكورين، انه درسنا على الشوارع الرئيسية المقاطع اللي فيها بحاجة إلى إعادة تأهيل، يعني مشان تكون هاي الشوارع جاهزة ومخططة ومرتبة، وبتكون كمان إنه يعني تخدم لفترة أكثر بدل ما هي يكون في هناك انهيارات للشوارع في المواسم القادمة. إحنا يعني كمان في المجلس البلدي ندرس الوضع المالي ونحاول نقنن المصاريف الإدارية والمصاريف الأخرى من أجل أنه نكون على أساس أنه نقدر نوفي بالتزاماتنا في المجلس البلدي، وخاصة لموظفينا ورواتبهم، لأنه هذا مهم وضروري لأنه إن شاء الله يعني كمان أنه دام حتى الآن قادرين توفير الراتب، يعني هذا ببشر بخير بلدية نابلس، ولكن أنتم بحاجة إلى جهد مضاعف دائما حسب ما بفهم في هذه المرحلة من أجل جمع رواتب الموظفين، ويعني وهذا جيد أنه في رواتب موظفين حتى الآن.
يعني هذا الخبر جيد. نعم لغاية الآن يعني موفرين. إحنا الشهر القادم هذا شوي راح يكون في أزمة، يعني بنحاول إنه بقدر الإمكان كيفية توفير هذه الرواتب. يعني إحنا ما بدي أقول لك إنه الوضع وردي، الوضع شوي قاسي شوي في البلدية، الوضع المالي، لكن إحنا إن شاء الله بجهود موظفينا وبجهود إخواننا في المجلس إنه إحنا نقدر نعدي هاي المراحل، هاي المرحلة اللي هي صعبة، لأنه بتعرف الحكومة ما بنقدر إحنا نأخذ منها حقوقنا اللي بتخص البلدية في الوقت الحاضر للأزمة اللي بتمر فيها الحكومة. طبعا أنا كمان بنحاول إنه نجمل المداخل البلد خاصة بالزراعة، زراعة الجزر وتنظيف الجزر وغيرها من الأمور. يعني إحنا شغالين في هذا الموضوع كمان على أساس احنا كمان احنا بالنسبه لنا بتعرف الصيف الثاني بنمر في 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 نابلس والوضع المائي المستقر، ويعني نشغل على قضايا كثيره في لتاهيل الابار وتاهيل المضخات. واحنا اليوم الحمد لله خدمه المي خدمه ممتازه ومستقره، يعني وبتعرف انه يعني المواطن بهمه خدمه مي، خدمه كهرباء، خدمه نفايات وغيرها. ان شاء الله بنحاول كمان ندرس كيفيه مع اخواننا في المجلس البلدي ومع موظفينا كيفيه تحسين اداء كمان النفايات، خاصه انه نابلس محاصره وبتعرف انه احنا حاليا ما بنقدر ان نضحي النفايات باستمرار بالطريقه اللي احنا كنا بنحاول فيها، لانه مركب نقلنا نوعا ما الى المنطقه الغربيه اللي هي محطه التنقيه، لكن مغلق بسبب دير شرف وغيره، يعني بنمر في وضع صعب شوي نوعا ما في هذا الموضوع. يعني احنا اخ علي شغالين احنا والمجلس ورئيس البلدية على قضايا كتير ضرورية ومفصلية ومريحة، لانه احنا ما بنقدر نخطط حاليا بمشاريع استراتيجية كبيرة، لكن احنا بنحاول بالتقنين اللي موجود وبالإمكانيات الموجودة نشتغل بعض القضايا والأمور الملحة اللي يعني إحنا نسهل على مواطننا في خدمته في توفير بعض القضايا الشوارع وبعض الأمور اللي هي حياتية يومية. لو رحنا على موضوع تنظيم معالم البلد وتجميلها، يعني عندما نقول تجميلها يعني وكأنه هل يعني هل نستطيع أن نقول بفم مليان أنه ممكن نجمل البلد؟ يعني عندنا المداخل، بتعرف الجزر إحنا حاليا في مع المتطوعين إخواننا في من قبل الجامعة مشكورين، ومن قبل بعض المتطوعين من التنظيمات ومن قبل غيره، إحنا في بنعمل حملات معهم بالتطوعية لتنظيف الجزر، وإحنا عندنا حاليا اشترينا أشتال وغيرها وبنزرع فيها، في عنا كثير من الدواوير، الدوار البساتين ودوار غيره وتم زراعتهم وتأهيلهم. يعني احنا يعني نابلس يعني عريقة، ونابلس تستاهل منا جميعا يعني انه نخدمها ونخدم اهلها ونحطهم على رأسها بجهود طيبة ان شاء الله. احنا نتمنى انه الكل يتكاتف ويلتف حوالين المؤسسات اللي بدها تشتغل وبتعمل، ويكون حتى لما يكون في نقد يكون نقد بناء، يعني من اجل انه العمل. بلدية نابلس بلدية منتخبة ولديها طبعا شراكة كبيرة مع شركة كهرباء الشمال اللي هي مفخرة فلسطينية حقيقة، ونتمنى أن تكونوا بخير، ونتمنى أن تكون شوارعنا نظيفة، شوارعنا جميلة، نريدها شوارع جميلة ونظيفة، ونريد أيضا حقوق أصحاب البسطات إنه يأخذوا حقوقهم في مكان يقدروا يعيشوا فيه، يقدروا يعني يطلعوا عيش أولادهم، ولكن بدون الاعتداء على الأرصفة خاصة من أصحاب البسطات والتجار، بعض التجار الذين يعتدون على الأرصفة. نتمنى أن يكون هذه رسالة للجميع بأنه نريدها البلد مش إلك لحالك، البلد إلنا كلنا، وبدنا نعيش بنظافة وبنحب نشوف شوارعنا نظيفة، وبنحب شوارعنا تكون جميلة، ولا تكون جميلة ونظيفة إلا إذا كانت منظمة. الأستاذ إياد خلف نائب رئيس بلدية نابلس، أنا بدي أشكرك جزيل الشكر، ودقيقة إذا بدك تحكي أي شيء تفضل. يعني إحنا بنتأمل إن شاء الله إنه إحنا بجهودنا وجهود المؤسسات ومواطنينا وإخواننا في نابلس إنه إحنا نقدر نتكاتف في هاي المرحلة ونكون إحنا صامدين، لأنه إحنا بنمر في ظروف قاسية جدا البلد والوطن،
واحنا يعني زي ما حكيت انت احنا مع رزقة الناس، واحنا بنحاول بس تنظيم الاسواق وتنظيم هذا القضايا. احنا مش ضد هذا، بالعكس احنا بنقدر الظروف اللي بمر فيها اهلنا في نابلس، واحنا يعني معنيين نرتب الاسواق ومعنيين نجد بدائل كمان نعم. مناسبة في هذا الموضوع، وفي لجنة حقيقة مشكورة دائما وباستمرار منعقدة في هذا الموضوع. لكن يعني احنا برضو بضع حرية المواطن في الحركة وحرية اهلنا انهم يقدروا نعم يتحركوا على نتمنى الطريق، واحنا ان شاء الله احنا بنفس اهلنا ونفس المؤسسات وغيره وقيادة تكون على رأسهم بلدية نابلس اللي هي قائدة المسيرة في كل المراحل وكل القضايا ومرجعية البلد، انه احنا نقدر ان شاء الله نمر في المرحلة نعم الصعبة. نضم صوتنا لصوتك سيد اياد خلف نائب رئيس بلدية نابلس، وان شاء الله نتمنى الخير لهذه البلد ولكل مدينة وقرية ومخيم في فلسطين. شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.